دخل فريق الوداد الرياضي في تجمع تدريبي مغلق بمدينة بوزنيقة استعدادا لمواجهة النهضة البركانية برسم كأس السوبر الإفريقي، ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأحمر مساء يوم الخميس حصة تدريبية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل العودة إلى مقر الإقامة. واختار الحسين عموتة اصطحاب جميع اللاعبين لمعسكر بوزنيقة علما بأن لائحة الفريق التي ستخوض المباراة تم تحديدها في 18 لاعب، وتجرى مباراة سوبر الإفريقي بين الوداد الرياضي والنهضة البركانية بعد غد السبت على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي.